الانتقام طبق يقدم باردا، ومن أراد تأكيدا لصحة هذا المثل عليه أن ينظر إلى الوضع الحالي لإسرائيل وهي تنتظر رد إيران وحزب الله. انتظار الانتقام أصعب من الانتقام نفسه، الشارع الإسرائيلي يعاني من هذا الانتظار القاتل، والاقتصاد الإسرائيلي يعاني هو الآخر من ألد أعداء أي اقتصاد، عدم اليقين. والشيكل الإسرائيلي فقد 5% من قيمته خلال أيام، والبورصة الإسرائيلية صبغت بالأحمر. ما يخيف الإسرائيليين ليس مجرد الرد الإيراني، بل سيناريو الحرب الشاملة التي قد تنزلق إليها الأمور بسرعة، من رد على الرد الإيراني والرد على الرد فالحرب الشاملة. سيناريو لا يشغل بال الإسرائيليين فحسب، بل يتخوف منه كل العالم، وتعمل الولايات المتحدة على تطويره. فمن جهة رسائل إغراء لإيران بخفض الرد وتهديدها من جهة أخرى، وجهود للتصدي لأغلب صواريخ الرد الإيراني، وبالتالي خفض احتمال أو مستوى الرد الإسرائيلي عليه وكسر دائرة الردود الخطيرة. لكن هناك سيناريو أخطر يطرح، الرد الاستباقي متمثلا في ضربة إسرائيلية واسعة تؤدي لوقت رد حزب الله بالذات قبل أن يحدث. سيناريو لم تستبعده مصادر إسرائيلية، لكن أيضا تقول إنها لم تضعه على رأس سلم الأولوية. فالضربة الاستباقية لن تلغي الرد، بل ستؤخر، أي ستطيل فترة انتظار إسرائيل، ثم أن ردا استباقيا سيزيد حساب الرد لدى الطرف الآخر، إذ بدل أن تنتقم حزب الله أو إيران للاغتيالات سيضاف إليها حساب الضربة الاستباقية التي لن تدمر كل وسائل الرد لدى حزب الله أو إيران. ويضاف إلى هذه المشكلة الدبلوماسية، فواشنطن تسعى لبناء تحالف للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمة المتوقعة، وهو تحالف دفاع كما قلنا لا هجوم. وهناك علامات استفهام حول بقاء هذا التحالف إن نفذت إسرائيل هجوما آخر. والرئيس الأمريكي الغاضب من مراوغات نتنياهو أبلغه أن هذه هي المرة الأخيرة التي ستتحرك فيها واشنطن للدفاع عن إسرائيل، نتيجة لتصرفات نتنياهو. وضربة استباقية قد توصف بتصرف أخرق آخر من نتنياهو، حماقة واحدة أكثر مما قد يتحمل بايدن. نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.